ردود فعل مستنكرة للحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في قضية ميشيل سميحة. علق النائب وليد جنبلاط على حكم المحكمة العسكرية في قضية ميشيل سميحة بتغريدة عبر تويتر قائلا إن حكم المحكمة يشرع الاغتيال والتفجير. أما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع فاعتبر عبر تويتر أيضا أن الحكم يقوض ثقة اللبناني بدولته وبوجود عدالة على هذه الأرض، فهل هذا هو المطلوب؟ وأضاف حان الوقت للتخلص من المحاكم الاستثنائية وبطالعتها العسكرية والعودة إلى المحاكم المدنية. من ناحيته دعا النائب محمد كبار إلى إعادة محكمة العسكر للعسكر وإلغاء قانون الطوارئ المقنع الذي يحكم اللبنانيين جورا باسم المحكمة العسكرية الدائمة. أما النائب عقاب صقر فقال مرة جديدة تؤكد المحكمة العسكرية أنها امتداد أعوج لانحراف أمني يمارس هيمنته على الحياة السياسية، متسائلا أين ما تبقى من قضاء ليتحرك الآن قبل أن نترحم على الجسم القضائي جملة. وأضاف أن ما يسمى بالمحكمة العسكرية كيد سياسي رخيص لا علاقة له بالقانون ولا بالقضاء. وإلى ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري واللواء الشهيد وسام الحسن توجه النائب خالد الظاهر لتأدية واجب العرفان والاعتذار من الشهداء الذين سقطوا، كما قال خصوصا وأن للشهيد الحسن فضل كبير على الشعب اللبناني، إذ أنه أنقذ لبنان من محاولات النظام السوري لإيقاع الفتنة. النائب الظاهر وصف أحكام المحكمة العسكرية في لبنان بالجائرة بحق الأبرياء ومتساهلة مع عملاء إسرائيل والنظام الأسدي وعملاء إيران. جئنا لنقدم لأن ميشيل سميحة كان يقول الظاهر أو خيه، فجئت أنا وأخيي لنقوم بواجب الشكر ولنؤكد على أن البلد يجب أن تقوم فيه المؤسسات بدورها، ولأننا نرفض السلاح غير الشرعي، ولأن منظومة العدالة يجب أن تأخذ دورها، ولنطالب بصوت كل اللبنانيين اليوم لإلغاء المحكمة العسكرية، محكمة العار ومحكمة خدمة العملاء وخدمة عملاء إسرائيل وعملاء النظام السوري على حساب لبنان واللبنانيين ودمائهم وكرامتهم ووطنهم. في بتراتيج